الله عز وجل من ينطيك ترى مو بالحسبان، مو انا اقول، المعصوم يقول سلام الله عليه، يقول ابى الله عز وجل الا يرزق المؤمن الا من حيث لا يحتسب. هاي قاعده، ينطيك رزق هذا مو بحسبانك. هسه المتعارف عندنا بانه اللي عنده شهايد اللي عنده غيره عنده نظريات، هذا المفروض عنده، مو بالضروره. اكو ناس اعرفها عندها شهايد وغيرها تعبان على نفسه وخريج جامعه يدور له على لقمه عيش، ماكو لا بالعقد ولا بالدائم، ماكو لقمة عيش ما عنده، قرصة خبز ما عنده. بالمقابل عندنا ناس طنينة، شايف الطنينة؟ طنينة بكل ما تحمل الطنينة من معنى، مطفي من بيجي، هذا فلوس العراق كلها عنده، هاي مو بالضرورة. فالله عز وجل الرزق ما له علاقة باللي يفتهم والما يفتهم، يرزق من يشاء بغير حساب.